أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن مملكة البحرين تمتلك تاريخا وإرثا حضاريا في قطاع اللؤلؤ منذ أكثر من 5000 عام، وجاء مشروع الخطة الوطنية لإحياء قطاع اللؤلؤ بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ليؤسس لمواصلة تعزيز هذا التاريخ والإرث الحضاري الذي عرفت به المملكة، منوها بأن تأسيس معهد دانات قد أولى ضمن نطاق عمله تعزيز سمعة المملكة بصفتها مركزا رائدا للخبرة في مجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة ونافذة على الأسواق العالمية لخدمة العملاء المحليين والعالميين، وليصبح المعهد من أفضل المعاهد في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والتأكد من طبيعة تكوينه. جاء ذلك لدى رعاية سعادته مساء اليوم افتتاح معرض روائع اللآلئ الذي ينظمه معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات بالتعاون مع دار المزادات العالمي كريستيز بحضور الرئيس الفخري لدار كريستيز إيرل سنودن، وذلك بفندق الفور سيزونز في خليج البحرين. ويعد معرض روائع اللآلئ الذي تستضيفه مملكة البحرين من أكبر المعارض التي يتم تنظيمها في مجال اللؤلؤ، وذلك بما يسهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز عالمي لتجارة اللؤلؤ الطبيعي. وتجدر الإشارة إلى أن دار كريستيز رائدة الأعمال الفنية في العالم والتي تعمل في مجال المزادات العالمية الفريدة، والتي حققت في عام 2018 مبيعات عالمية تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار. 60 قطعة نادرة ضمها معرض روائع اللآلئ الذي ينظمه معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات بالتعاون مع دار المزادات العالمي كريستيز، والذي جمع المكانة التاريخية لمملكة البحرين في قطاع اللؤلؤ وبين نوادر اللؤلؤ الطبيعي والاستثنائي. قام بتواجدنا في افتتاح هذا المعرض لعرض هذه المجموعة القيمة من اللؤلؤ الطبيعي في مملكة البحرين، ونشكر كل من ساهم في إعداد هذا المعرض من مختبر دانات الذين قاموا بفحص العينات والتأكد من سلامتها وجودتها، وشركة كريستيز العالمية التي قامت بجمع هذه المجموعة. طبعا هذه التجمع اليوم هو جزء من المبادرات العديدة التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين، ومن مشروع تطوير حرفة وصنعة اللؤلؤ وإعادة أمجادها إلى مملكة البحرين، وهو مشروع وطني تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد، وفي عدة مجالات سواء من الفحص أو من الإنتاج أو من الغوص أو حتى المشروع الأكبر اللي هو طريق اللؤلؤ في مدينة المحرق. إن شاء الله نسعى أن يكون البحرين مركز عالمي للؤلؤ من حيث الإنتاج، من حيث التسويق، التثمين، وأيضا من حيث إصدار الشهادات والتأكد من نزاهة وسلامة المصوغات الموجودة. الكل عارف أن البحرين منذ القديم اشتهرت باللؤلؤ، فالهدف الرئيسي من معرض روائع اللآلئ الطبيعية هو إحياء هاي التراث وإحياء تراث أجدادنا، بحيث أن إذا إحنا نقول لولو نربطه دائما ان البحرين، اللولو يرتبط بالبحرين. فمن ذي الجانب اتي دور دانات. شنو دانات؟ دانات هو عباره عن عدد من المختبرات، دورها الرئيسي هو فحص اللولو والتاكد من انه طبيعي، مزروع، صناعي، بحيث ان كل قطعه تدخل مملكه البحرين تكون لولوات طبيعيه. ليش دي؟ لأن إحنا قانوننا، إحنا الدولة الوحيدة في العالم اللي قانوناً يمنع فيها الإتجار أو أن حتى عرض اللؤلؤ المزروع. تاريخ البحرين وأرثها الحضاري الممتد لأكثر من 5000 عام جعلها الوجهة الأبرز لإقامة مثل هذه المعارض، خصوصاً وأن معهد دانات قد أولى ضمن نطاق عمله تعزيز سمعة المملكة بصفتها مركزاً رائداً للخبرة في مجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة. يأتي هذا المعرض من ضمن مشروع ولي العهد لإحياء التراث في البحرين وبالأخص اللؤلؤ الطبيعي. يحتوي إلى 60 قطعة عالمية ثمينة، من ضمنها التجار البحرينيين شاركوا كذلك في القطع، وهذه يدل على شيء، يدل على أن البحرين هي محطة
عالمية للؤلؤ الطبيعي، يحتوي على كل هذه القطع الثمينة وتاريخية وقديمة، في من ضمنها من الهند من أيام المهاراجاز، وفي من ضمنها من أوروبا، من في قطعة لزوجة نابليون. فصراحة المعرض جدا جميل، وإن يدل على شيء أن هي فعلا العالم قاعد يجي البحرين أن يحيي هذه التراث للؤلؤ الطبيعي. في هذا المعرض الفريد تم استعراض قطع نادرة من مختلف بلدان العالم، تألق اللؤلؤ البحريني فيها بشكل جميل ومتميز، ليؤكد في ذات الوقت على كل ما يقال عنه على مستوى العالم، والذي يعكس الجهد الذي يقوم به معهد دانات لتحقيق هذا الهدف. قطع فريدة ونادرة يقدمها معرض اللؤلؤ الطبيعي في البحرين، والذي يعد من أكبر المعارض التي يتم تنظيمها في مجال اللؤلؤ الطبيعي في العالم. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.